فخورين بأبطالنا وفخورين بيكم، وفرحان قوي من اللي شفته في التقرير من لحظة الحميمية اما شفتوا بعض. حسيت بإيه اول ما شفتوه؟ بعد 46 سنة نتقابل مع بعض، يعني دي كانت فرحة ما تتوصفش، طبعا لأن الاتنين دول كانوا من أعز أحبابي ومن أعز أصدقائي، وكنا أكل وشرب ونوم وكله كله كله مع بعضينا، لدرجة إن إحنا كنا يعني لنا صور أنا ما احتفظتش بيها الحقيقة، بس اللي احتفظ بيها الأخ سيد، كنت متصور وهو ورانا تمثال رمسيس في ميدان رمسيس، بما يرضي الله. يعني ذكريات ما تنساش أبدا. خدنا مع بعض أيام كنا منتظرين الموت في أي لحظة، ما كانش حد يحوش عن حد، عن واحد منا أي حاجة خالص. والحمد لله أنا يعني عندي ذاكرة حلوة، مفتكر أغلب السرية، لأن احنا 8 سنين مع بعض. السرية كان عددها قد ايه تقريبا؟ نعم، السرية كان عددها قد ايه تقريبا؟ السرية كان عددها في حدود 80 80 80 في حدود 80 فرد، لأن 6 مدافع في 7، 6 بقى ب 42 زائد بتاع الإشارة وبتاع الموقع وظبط الموقع، وكان معانا ظباط حلوة وظباط قلبها على البلد وقلبها، وإحنا كلنا كنا يعني بنفتدي البلد برواحنا وبدمنا وبكل ما نملك. يعني الواحد منا كان بينزل الأجازة 6 أيام، ساعة ما يجي مسافر رايح السويس كان بيودع أهله وحبايبه وقرايبه على أساس إنه مش هيرجع تاني. حاج محمد، يعني خلينا نرجع بقى، يعني أنا هبدأ القصة من الآخر للماضي. هبدأ القصة من الآخر وبعد كده نرجع بقى لذكريات الحرب. وانت وحضرتك بتتكلم على البوست أول بوست اتكتب على الفيسبوك، وإنك كنت فاكر الأسماء وكتبت الأسماء، ومين كتب لك البوست؟ يعني مرحلة بقى إن أنت ابتديت تدور عليهم أو فكرة ما أنا إن هقول لسيادتك حاجة. عندنا واحد اسمه عاشور معوض كشك من الغرق، في يوم من الأيام بصيت لقيته جاي قال لي انت كنت في حرب 73؟ قلت له وحرب الاستنزاف و67. فقعد دردش معايا شوية، وفي الآخر بقول له والله أنا نفسي أتواصل مع حبايبي وأصحابي اللي احنا كنا مع بعض، نفسي أشوف أي حد منهم. فاقترح علي ابني عمرو محمد جابر، قال لي يا با طيب انت فاكر اسمه؟ قلت له ايوه يا ابني، فلان وفلان 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 وفلان. فبدأ يحطهم على الفيسبوك، تواصل معايا الأخ صالح، وتواصل معايا الأخ سيد، وتواصل معايا واحد برضه اسمه متولي البطراوي من أبو حمص بحيرة، وواحد اسمه مبروك محمد محمود دويب من بني سويف. الحقيقة يعني تواصلنا، وكان في نفسي أشوفهم بس لكل واحد عذره.